الحيوانات المنويه اللي بعمل بيها الحاله دي طبعا احنا بناخدها عن طريق اما حاجه زي تحليل السائل المنوي كده، والدكتور المعمل بيبدا يتعامل معاه، او باخدها عن طريق عينه من الخصيه لو الزوج ما عندوش حيوانات منويه. طيب لو انا بعمل عمليه اطفال انابيب في هذه المرحله، اطفال الانابيب عباره عن ايه؟ عباره عن ان انا بجيب البويضات اللي انا سحبتها دي، باخد كل بويضه واحط عليها مجموعه من الحيوانات المنويه ما يقرب من 100,000 حيوان منوي، واسيبهم لوحديهم كده، بويضه معاها حيوانات منويه، بويضه معاها حيوانات منويه، واسيبهم للاخصاب التلقائي، ان الحيوان المنوي يبدا يدخل داخل البويضه لوحده تلقائيا من غير ما اساعده. طب الحيوان المجهري؟ لا، الحيوان المجهري انا اخد هذه البويضه واجيب حيوان منوي واحد فقط عن طريق جهاز معين ان شاء الله لو في العمر بقية الاسبوع الجاي هوريكم الفيديوهات بتاعتها، ابدا احقن هذا الحيوان المنوي داخل البويضه اللي عندي ديت. عندي كذا بويضه، يعني عندي اكتر من 6 7 8 10 12 زي ما الست ما مطلعه، كل حيوان منوي احقنه جوه البويضه، كل حيوان منوي احقنه جوه البويضه. هي دي النقطه الوحيده اللي فيها اختلاف ما بين الاطفال الانابيب وما بين الحقن المجهري. سموه حقن مجهري لان انا بحقن الحيوان المنوي داخل البويضه تحت المجهر، تحت الميكروسكوب، فسموه حقن مجهري. وسموا تاني اطفال انابيب لاني باخد البويضه واحط عليها حيوانات منويه في انبوبه، هو المفروض بيتحط في طبق يعني كده ونقطه، بس هو يعني مجازا كده في انبوبه بحط حيوان منوي بويضه معاها مجموعه من الحيوانات المنويه لا يقل عن مثلا 100,000 حيوان منوي. في حاله اطفال انابيب ما ينفعش ان انا بقى اخد الزوج اللي ما عندوش حيوانات منويه خالص، مش هينفع، او الزوج اللي حيواناته المنويه بتاعته قليله برضو، العدد القليل ده مش هينفع ان هو نعمل بيه الحقن، لازم الحقن المجهري، ما ينفعش ان انا احطه مع بويضه والعدد قليل مش هيخترق البويضه. طب هل في نتائج افضل من نتائج، يعني نتائج الحقن المجهري افضل من نتائج اطفال الانابيب؟ هو لما نيجي نفكر فيها كده المفروض ان اطفال الانابيب افضل من الحقن المجهري. ليه افضل من الحقن المجهري؟ لان في نقطه او في خطوه بتحصل انا ما بتدخلش فيها كانسان، انا كل ما اشيل ايدي من تدخل في حاجه ربنا سبحانه وتعالى عاملها كل ما النتائج بتاعتي تبقى احسن، لاني بسيب الخطوه دي اللي ربنا عاملها بالفطره داخل الحيوان المنوي وداخل البويضه، بسيبهم يتعاملوا مع بعض ان اني حيوان منوي البويضه تنقيه اللي يخش ويعمل تلقيح، هي بتنقي الحيوان المنوي 100,000 حواليها البويضه بتنقي واحد فيهم، فكونها هي اللي تنقيه مش انا اللي انقهولها، ده بيختلف في النتائج، لان النقيه واحد ليه كود معين، ليه شفره معينه يناسبها، غير لما انا احط لها المعلقه جوه بقها كده اقول لها خدي الدواء ده بالعافيه، ادخل لها الحيوان المنوي غصب عنها، ممكن تكون مش عايزاه، ممكن تكون يعني مش مستلطفه دمه، يعني ما برضه في قبول اكيد في المواضيع دي، فيفشل لو هي مش مهيئه لهذا الحيوان المنوي اللي انا دخلته غصب عنها، يفشل. طب